طالب في جامعة هارفارد وسواه في الدورم تاعه، يعني في السكن، سكن الطلاب ابتداء. وبعد هيك احنا نعرف انه فيسبوك الان بتتكلم عن الكابيتال تاعه عبارة عن 3 زيروز في المليار، يعني لما تتكلم اذا هم نفسهم فيسبوك اشتروا الواتساب في 19 مليار، معناته الكابيتال تاعهم شوفوا كم راح يكون. البروجكت الثالث اللي هو باركران هي عبارة عن مشروع برضو مشهور، ما بعرف إذا حدا سمع فيه، حدا سمع فيه باركران. هو عبارة عن يعني بعطيك إنه كيف ممكن إنك تعمل تور around the world وبالتالي تتعرف على أماكن في العالم. وهذا نفس الشيء كان هو عبارة عن مشروع صغير لطالب وبالأخير صار إنه شركة كبيرة جدا وإلها كابيتال ماني. كل هذه المشاريع زي ما حكينا إنه صح إنه في فكرة في البداية ولكن في مانجمنت، يعني الهدف من الموضوع هذا إنه في أورجانيزيشن، في بلان، في فيجن. وبالتالي أي واحد عنده فكرة معينة وعنده بلان بنقصه شغلة ثالثة إنه يكون في عنده إنه يكون patient. كثير من الناس بيعملوا مشاريع معينة بأفكار معينة بيقدموها للتخرج وبتخرجوا وبعدين بضبوا العدة وبروحوا. فإذا كان في عندكم بلان، أول إشي فكرة، بعدين بلان، بعدين إنه في إنه يكون واحد يطور في هذه الفكرة، أتوقع راح يكون في النهاية في شيء معين، خصوصا في مجال الاي تي. في مجال الاي تي يعني عملية البومينج الموجودة في مجال الاي تي مش موجودة في أي شركة أخرى ولا في أي اندستري آخر. الاندستري الاي تي قصص النجاح كبيرة جدا، ولكن برضو قصص الفشل أكبر من هيك. ففي كثير من الناس برضو بيعملوا مشاريع وبيفشلوا، ولكن في النهاية في أي مشروع هو عبارة عن opportunity and risk. أي مشروع في العالم يعني سواء كان IT أو غير IT في عندك فرص وفي عندك risk، مخاطرة. وبالتالي أي واحد بده يعمل project plan وبده يعمل management لازم يعمل عملية balance بين شغلتين اللي هي الأوبورتيونيتي والعملية الريسك اللي راح يكون موجود. وبالتالي إذا كان في أي بروجكت جولز واضحة معناته راح تكون القصص واضحة. لأن قبل ما نتكلم يعني أخذنا قصتين كيف ممكن يكون في عندي سكسس للبروجكت وأفكار في الاي تي نتيجة إنه في عندي جود مانجمنت، نتكلم عن الفيليرز. وبالتالي إذا في عندي فيليرز راح تكون في أسباب كثيرة جدا، ولكن في ستدي وضحت إنه في some common features للفيليرز اللي بتصير. يعني أي شخص يعني عمل بروجكت بلان وفشل في هذا البروجكت او عمل بروجكت وعمل مانجمنت لهذا البروجكت وصمم وحدد الجول ستات وفشل راح يكون في اسباب كثيره جدا، اهمها هاي الاسباب الموجوده امامكم.
الثاني في الفيلير اللي هي long or unrealistic time scales. يعني مشروع بده 8 شهور زي البروجكت T471 ماشي، فبروح بحط له التايم سكيل تاعه، يعني اذا المشروع مزبوط وكذا المفروض يكون التايم سكيل 8 شهور. فاذا اختار مشروع كبير جدا وبده سنتين ليخلص مش راح يخلص، واذا او العكس انه يختار مشروع بيسك هيك يقول انه والله انا بدي اعمل زي ما حكينا المثال اللي هو الصيدليه، الصيدليه اتوقع انه اللايف تايم تاعها 3 إلى 4 شهور بيكون المشروع انتهى. فبالتالي اذا كان البروجكت بلان تاعته او التايم سكيل كوقت قليل او كثير معناته مش مزبوط الحكي هذا. اذا الاوتكمز اذا doesn't fail البروجكت او التايم سكيل doesn't fail business requirements معناته انه في عندي مشكله، وبالتالي مش راح اعرف احقق هذا المشروع. السبب الثالث vague or inadequate requirements، وهي نقطه مهمه برضو انه زي ما حكيت انا قبل شوي انه اذا بده يعمل مشروع لشركه لازم يقابل كل الامبلويز، بس مش يقابلهم ويجلس معهم ويعرف بالضبط تفاصيل التفاصيل كيف عم بيشتغلوا على اساس يعمل اللي هي requirements. اما اذا كانت vague مش واضحه مش دقيقة، ما قضى وقت معين، ما عمل دراسته، يعني ما عمل اللي هو deep investigation في الموضوع، بالتالي راح يطلع عنده زي ما حكيت أهم شيء اللي هي يعرف بالضبط شو البزنس requirements. وبالتالي إذا business requirements مش واضحة، المقصود في البزنس requirements اللي هي الجولز في النهاية، إيش بدي أحققه من هذا المشروع. نقطة رابعة poor change management. فإذا كانت المانجمنت بور أو صار في عملية changing فيها كل فترة بيصير عملية change للمانجمنت، فبتصير اللي هي بطلع عندكم النتائج سيئة. في النقطة هاي بحب أذكر هيك مثال بسيط اللي هو برضو بدي أرجع للـ T471. عادة احنا بنختار كل 3 طلاب يشتغلوا على مشروع، فهذول الـ3 طلاب المفروض يوزعوا الشغل بينهم، يعرفوا بالضبط تفاصيل، وبالتالي انه كل واحد يعطوه تاسك معينة كل اسبوع او اسبوعين انه يخلص هذا التاسك ويرجعوا يجتمعوا بعدين يمشوا في النكست ستيب والنكست ستيب والى اخره. نكتشف احنا انه بعد نهاية الفصل الاول وبداية الفصل الثاني في مشكلة في الموضوع، في مانجمنت ايشو، وهاي تقريبا يعني شائعة جدا في الجامعة انه مش عارفين يتفاهموا مع بعض الطلاب، وبالتالي كل واحد بيكون مركن على الثاني يسوي شيء معين وهكذا، وبالتالي احنا بنجمعهم في بداية الفصل الثاني بتطلع كل واحد بيشكي على الثاني انه انا ركنت عليه يسوي كذا وانا عملت كذا والى اخره. يعني هذا المثال البسيط، المثال اللي هو انت لما بدك تشتغل لشركات، لما بكره تتخرجوا وتصيروا تشتغلوا بروجكتس وتشتغلوا لشركات، هاي البروجكتس بتكون عباره عن تيم،
resources. يعني أنا مش معقول أنا طالب لسه في الجامعة بدي أعمل project أتخرج أجي أقول والله بدي أسوي system يضاهي بزنس جوجل. ما عندك requirements إنك تعمل system زي هيك. المقصود في requirements اللي هي إنه يكون عندك enough resources, equipment and people. طبعا لما أقول people اللي هم well qualified people. وبالتالي إذا ما كان في عندك حسب ال resources الموجودة عندك هنا بدك تقرر شو ال balance اللي بدك تعمله. time نفس الشيء. project في الجامعات العادية هي عبارة عن 4 شهور فصل واحد صح؟ وبالتالي بفرق عن project في 8 شهور أو 9 شهور في الجامعة العربية المفتوحة. وبالتالي المفروض البروجكت اللي يسووها طلاب في الجامعة العربية المفتوحة تكون أفضل بكثير من البروجكت اللي هي في الجامعات العادية. البروجكت اللي هو مثلا شركة بدها تعمل بروجكت يقولك معك سنتين تفرق عن البروجكت اللي يقولك معك شهر تخلص لي مشروع. والريسك برضو المخاطرة وبرضو راح نتكلم شو المقصود في الريسك بالتفاصيل. إذا مرة ثانية تعريف requirements هي the outcomes of the project, the goals للبروجكت هذا. الكواليتي اللي هي the standards. يعني أنا بدي أعمل outcome وبالتالي بدي أعمل outcomes according to the standards. يعني واحد بدي يقول أنا بدي أسوي web application وبدي أ very good quality ويطلع اللي هو مش up to the standards. يعني مش واضح البيجز تاعته مش مصممة مزبوط ما في good design ما في very good link مع database إلى آخره وبالتالي بتكون الكواليتي تاعته سيئة. resources أنا بتصور كل واحد فاتح جهازه أمامه شايف lecture note غير هيك لا اللي فاتح إشي على غير lecture note يسكر الجهاز. لأن نتكلم عن resources زي ما حكينا هي people equipment اللي هي ممكن مع بعض يحققوا outcomes للproject on اللي هو scale time أو time scales.
الستيج الثاني أو الفيز الثاني اللي هي software requirements اللي هي بتعمل عملية convert لليوزر requirements وبحولها للوجيك. إذا السوفتوير requirements أو بشكل عام software engineering أنا بحول الجولز لهذا البروجيكتس إلى لوجيك، وبالتالي بعمل عملية لوجيك ديزاين وموديولز وبحدد شو الفانكشنز اللي أنا بدي إياها وشو الانترفيس بحيث إنه الأوتبوت يكون موجود في كل السوفتوير requirements documents. يعني بالنهاية بده يكون في عندي software requirement documents يعني أساس إني أعرف بالضبط شو الجولز الموجودة لهذا المشروع. الستيج الثالث اللي هي الأركيتكتشر ديزاين، إذا بعمل convert لل previous phase اللي هي logical model وبعمل عملية architecture design اللي هو physical model، وبالتالي بحيث إنه يكون في عندي اللي هي implementation بعد هيك اللي هي التطبيق. الستيج اللي بعديها detail design and production اللي هي بمسك architecture design وبحوله إلى very detailed، باخذ كل ستيب وبعملها عملية ديزاين وبالنهاية برضو ببلش اعمل كودينج. البرودكشن المقصود فيه هنا الكودينج. الستيج اللي بعديها ترانسفير اللي هي كل هاي الفيزز اللي مرينا عليها اللي بجمعها مع بعض وبعمل عملية كومبليشن لكل بروجكت وبعمل عملية اللي هي الاكسبتنس تيست بحيث انه اتاكد انه كل هاي الكومبوننت للسيستم شغالين مع بعض. يعني انا مثلا على سبيل المثال بدي اشتغل بروجكت للجامعه وموجود عندي تيم في هذا البروجكت، ربما يكون في هذا التيم سب تيمز، جزء من هذا التيم بيشتغل في الماليه، جزء من هذا التيم بيشتغل على نظام التسجيل، وجزء من هذه الماليه بيشتغل على نظام الكنترول وهكذا. في النهايه في هذا الفيز كل هذول التيم بجمع شو البرودكشن تاعهم وبصير عندي وان برودكت في النهايه، وهاي البرودكت بتاكد انه كل الكومبوننتس مع بعض شغالين. اخر شيء المينتيننس. في المينتيننس اللي هو بعمل اللي بتاكد انه الاوبريشنال تايم ريكوايردز اللي هو انشور ذات ذا سوفت وير ساتيسفاي ذا يوزر ريكوايرمنتس. المقصود في المينتيننس واحيانا يعني غالبا في كل السوفت وير انجينير بسموها مينتيننس اند تيستينج اللي هو بحط هذا البرودكت للاند يوزر وبقول له اشتغل عليه، وبس يشتغل عليه بدي اعرف هل حققت لك الريكوايرمنتس تاعتك ولا لا. اذا قال لك والله هذا البروجكت مش عاجبني وما حقق لي، بقول له تعال نرجع للبزنس ريكوايرمنتس document. اذا في كل ستيج من هاي الستيجز بعمل عملية documentation. في الستيج الاولى انا حققت اليوزر requirements وبالتالي عملت عملية document انه هذا اللي انت بدك اياه وهيك انت طلبت وراح نسوي لك هذا المشروع، انت موافق على حكي هذا. واحيانا بصير عملية signing يعني لانه بوقف او غالبا مش دائما احيانا دائما بعمل عملية signing. وبالتالي اذا قلك في النهاية مش عاجبني بتقول له تعال نرجع لليوزر ريكوايرمنتس، انت كل متطلباتك سويتها. اذا في جزء من المتطلبات مش مسوي معناته المشكله عندنا كديفلوبرز وكديزاينرز والى اخره. اذا الشيء اللي مش عاجبه هو مش طالبه اصلا فالمشكله عنده هو بده يتحملها. لان بنيجي بعد هاي السته فيسز نقول وين التستنج؟ جاوبوني التستنج وين بيجي في الستة فيسز هذولا؟ في آخر مرحلة. بالضبط صح، انه في النهاية انا اللي عندي البيج بورشن نسميه في تستنج في آخر مرحلة، ولكن التستنج دائما موجود في كل مرحلة من المراحل. انا ما بترك مرحلة
في الادفانتجز. تايم سبيند ان ايرلي فيسز ريدوسز ذا chance of errors later in later phases. هذا انه نقطه مهمه حكينا انه قبل شوي انه كل ما ابذل وقت وجهد كبير اكبر في الريكويرمنتس بخفف علي بعد هيك، لانه انا بكون انا فهمت السيستم، ما صار في عندي فيك. نرجع للسته difficulties اللي هو ليش بصير عندي failures. حكينا انه اول شيء انه ما بيكون system requirements بذل جهد فيها، وفي عندي ذيك فيها، سببين بيكملوا بعض هناك. وبالتالي إذا بذلت وقت بقلل إنه فرصة الإيرورز، وبالتالي كل ما أخلص مرحلة وأتأكد إنه هاي المرحلة صح وأتقل المرحلة بعديها بيصير في عندي بقلل من نسبة الإيرورز الممكن تصير في later phases. Promoting a top-down approach to decomposition leading to sub-goals that can serve as project milestones. إذا أنا كل ما أخلص stage معينة بعمل عملية demonstration، إنه بقول والله أنا خلصت هاي، وبالتالي صار في عندي إنه ممكن أحدد بالضبط أنا كم خلصت وكم ضل علي. وبالتالي كل هذا الحكي إنه بقول لي إنه حكينا إنه كل جزء من هذا البروجكت بحد ذاته بنعتبره من ميلستون، وبالتالي كل ما انتقل من ميلستون لأنا ذا ميلستون بكون أنا أنجزت شيء. من الأدفانتجز بقدر أعمل عملية بريديكيت إنه بقدر أحدد كم ضايل لي وقت وكم أنجزت، وبالتالي أنا بيكون في عندي clear boundaries between phases. يعني كل فيز لما أنهيها بقول والله أنا هنا هيت شيء وصرت بلشت في شيء ثاني. بعمل بمبدأ عملية specialization، وبالتالي لما أنا أكون أشتغل في requirements بعمل عملية إنه في عندي تيم خاص specialized إنه يعمل عملية gathering of information إلى آخره. لما أنتقل مثلاً على سبيل المثال للcoding ممكن يكون في جزء من التيم موجود معي وجزء ثاني لا. يعني في gathering of information مش شرط كل التيم موجود، في الcoding برضو مش شرط إنه كل التيم موجود. أحياناً بيكون أو مش أحياناً دائماً في good projects بيكون في architecture مثلاً واحد تخصصه architecture اللي هي يعني الهيكل والتصميم وكذا، هذا مش شرط إنه يكون جيد في الكودينج، وبالتالي أنا بلزمني في المراحل الأولى ما بلزمني في المراحل اللي بعد هيك، والعكس صحيح. من الأدفانتجز إنه بيكون في عندي well documented documents، وبالتالي هاي documents بتلزم بعد هيك في maintenance. يعني أهم شيء في المشروع برضه إنه يكون بعد ما تسلمه يكون في عندك document تسلمها للمؤسسة اللي أنت سويت لها هذا المشروع، وبالتالي هاي document بيكون فيها كل شيء من design، من logic، من شو الـ business requirements، من code، من testing phases إلى آخره. وبالتالي هاي الدوكيومنت نفرض بعد 5-6 سنين قررت الشركة تعمل عملية إعادة شو اسمه redevelopment للsoftware. مش معقول تيجي لشركة تقول لهم بلشوا من الصفر، تقول لهم أنا عندي system ولكن عملوا لي upgrade عليه. إذا بدهم يعملوا upgrade تقول له أعطيني من الله الدوكيومنت اللي موجود عندك. وبالتالي في الفيز هاي لما أخلص كل فيز وأعملها documentation وأسكرها وبلش في الفيز الثاني، لما يجي الأشخاص البعدين بيكون سهل عليهم يعرفوا بالضبط شو اللي تم شغله في كل فيز. The risks of each phase can be identified and controlled. وبالتالي يعني تكلمنا عن الريسك، بالتالي أنا لما أخلص كل فيز بيكون أنا عارف خلصت من جزء من
mentioned the parallel development. يعني عملية البارالل إذا كلهم بده يشتغلوا مع بعض في restrictions، لأنه ما ببلش واحد يشتغل في المديول الأولى الثاني غير لما خلص كل الفيز الأولى والتالي ما يعني هاي برضو تعمل عملية restriction إنه ما في parallel، ما في شغل في التوازي. المديول هذا اللي هو الواترفول not suited for projects of less than 6 months durations، وبالتالي ما يعني اي واحد بده يعمل بروجكت مدته اقل من 6 months مش لازم يشتغل على الواترفول. اذا والله في نص البروجكت قرر او قررت المؤسسه اللي بتشتغل تغير شوي في الريكويرمنتس تاعتها بنقول له too late. ليش؟ لأنه خلصت الفيزز تاعت الريكوايرمنتس ما بإمكاني إني أرجع له، وبالتالي التشينجز تو ريكوايرمنتس كان بي كوستلي. ليش؟ لأنه بدي أرجع أعمل عملية يعني أمر على الفيزز من أول وجديد. إذا هاي هي الأدفانتجز والديس أدفانتجز اللي موجودة. المديول الثاني اسمه الفي موديل. الفي موديل على اساس بس نقارنه رح نرجع له بعد شوي، نفس الفيزز اللي بنمر فيها ولكن انا باخذ جزء جزء، وبالتالي بخلص ديزاين لجزء معين من البروجكت وبخلي بعد هيك الاركيتكتشر يشتغل عليه الديزاين وكذا، وبالتالي بضل عندي سايكل، عشان هيك سموها في موديل. فهاي سوتد للسمول بروجكتس ولل لما ما يكون عندي هيوج بروجكت معقد وكذا الى اخره، بحيث انه دائما بامكاني اني ارجع اعمل ريكوايرمنتس جديده ديزاين جديد وبالتالي اجمع البيس اوف كودز. يعني هون بقدر اني ارجع في الفي موديل واطور على اي جزء من الفيزز هذه. بس قبل ما نيجي للفي موديل، سواء على الفي موديل ولا على الواترفول، دائما انا بعمل عمليه بريك داون للشغل تاعي. فعمليه البريك داون بتادي انه يخلي البروجكت تاعي اسهل اوضح واحدد بالضبط شو اللي بدي اياه في التفاصيل. فعلى سبيل المثال احنا تكلمنا عن اول فيز هنا هي ايش؟ ايش اليوزر ريكويرمنتس. نيجي للريوزر ريكويرمنتس وبعملها هون بريك داون. بريك داون انه بحدد بالضبط كيف بدي اعمل جاذرنج للانفورميشن في اليوزر ريكويرمنتس، وبالتالي البريك داون بقسمها لاكتيفيتيز. مثلا ممكن اعمل انترفيو، وبالتالي انترفيو لليوزرز عشان اعمل عمليه تجميع للريكويرمنتس. ممكن اعمل ديفاين الفانكشنال اند بيرفورمانس ريكويرمنتس، بحددها بعمل عمليه ديفينيشن لها بعرفها بحيث اني اتفق انا مع اليوزرز انه هاي هي المقصوده في الانفورميشن اللي انا جمعتها منكم. بعد هيك لاحظوا البريك داون هي عباره عن مجموعه من ستيبس. اوتلاين اكسبتنس تيست، فبحدد بالضبط شو هم بعطيهم اياها انه هاي مقبوله ولا لا، هذا اللي بدكم اياه ولا لا، اللي هي بنسميها function and performance، وبالتالي بعمل عملية outline لها بحيث انهم هم يوافقوا عليها. plan the system requirement phases، وبالتالي بعمل عملية plan the system requirements. وبعدين prepare requirement the requirement document. يعني اخر اشي في النهاية لما حكينا انه بعد ما يطلع البروجكت واعطيه لليوزر وقول انا مش عاجبني وقول له تعال احنا في نهاية الفيز 1 سوينا لك requirement document وانت وافقت عليها، وبالتالي اذا اللي انا انتجته هو نفس requirement document ما في مشكلة، معناته انت غيرت في هذا او العكس. طيب الان بنيجي مثلا برضو بنعمل break down لل 5 steps هذلون. ممكن تحدد 5-6 مش شرط انه يكون هذلون. اللي هو اول step interview، وبالتالي بنيجي للانترفيو بنعملها برضو بريك داون بنحددها اللي هي مجموعه من الستبس. في الانترفيو
interviews, two journal interviews, وبعدين review and summarize results. إذا لاحظوا كل هاي اسمها interview, جزء من requirements stage. ولكن لاحظوا إنه برضو صار في لها scale. حتى هذه identify user to be interviewed برضو ممكن أعملها breaking down. كيف بدي أعمل لهم identification؟ مين هم؟ من أي scale؟ هل هم من higher management, من low management إلى آخره؟ وبالتالي هذه stages من the breakdown بنسميها WS أو the breakdown structure. فممكن يكون البريك داون هيك بالشكل عام: بزنس بروسيس, في عندي اول شيء يوزر ريكويرمنتس, ممكن يكون في انترفيو, الانترفيو مجموعه من الستبس اللي تكلمنا عنهم, بعد هيك بمر على كل ستيب وهاي الستيب بتكون برضو سب ستيبس وهكذا. اذا بنصح اي واحد يعني حابب يعني في النهاية بعد ما يتخرج من عندنا أو أثناء البروجكت إنه بده يعمل very good project, إنه يروح يبحث في النت يعني شو في عندي guidelines لل WBS. يعني إحنا أخذنا هنا بس مجرد زي snapshot, يعني فقط إنه كيف بتصير breaking down, ولكن في لها تفاصيل وفي لها guidelines وموجودة على النت بكثرة. فروح على النت وشوف بالضبط كيف لازم تمر عن كل فيز من هاي الفيزز وشو اللي breaking down, بحيث انك لما تبني بروجكت انك تروح وتمشي حسب الجايدلاينز الموجودة. زي ما حكينا انه النوع الثاني من البروجكت مودلز هي الفي مودل. حكينا انه الفي مودل هو يعني يعتبر ناجح برضه, ولكن للشورت بروجكتس اكثر من اللونج بروجكتس, والووتر فول ناجح لللونج بروجكتس اكثر من الشورت بروجكتس. الميزات الووتر الفي موديل اللي فيسز كان اوفرلاب ات ذا ايدجز, وبالتالي في عندي اوفرلابنج, يعني بمعنى اخر اثناء البيزنس ريكويرمنتس ممكن اشتغل في السوفت وير ريكويرمنتس, وبعد هيك انه هو يعني بمعنى اخر انه ما ببلش وبنهي السوفت وير ريكويرمنتس الا بتكون اللي هي اليوزر ريكويرمنتس واضحه وصار فيها دوكيومنتيشن وكل شيء, وبالتالي بيكون عمليه اوفرلابينج هون. وبرضه بعد ما اخذ يعني سيرتن تايم
objectives الأهداف لهذا المشروع وفي النهاية شو هم الجولز اللي بدنا أصلهم والبروسيس اللي راح أمر عليها في هذا المشروع ويكون في عندي good management لهذا البروسيس وبالتالي أي project plan لازم يكون فيها لها يعني تعمل عملية management بحيث تعمل management للtime والcost أهم عنصرين في أي project plan هي time إنها تكون within the time and within the budget. وبالتالي the information والـ primary functions هي عبارة عن تعتبر very لما
تجيب واحد ثاني بيقول لك انت في واحد ما استلمك يعني ما بيصير عيب يعني اني ادخل على شغل غيري يعني. Resources اللي هو the human resources والsoftware والresources اللي مم بديها والhardware هاي كلها بنسميها non-human resources بحيث إنه تحقق البروجكت كلها لازم تكون موجودة في البروجكت plan. The team وبالتالي في عندي team واضح منهم the stakeholders منهم the partners ومين هم الكودرز وإلى آخره. الريسك أسسمنت حكينا دائما لازم يكون في ريسك وبالتالي يعني البروجكت تاعك إذا باخذ مثلا شهرين ليطلع لازم تحسب الريسك كمان أسبوعين مثلا فتقول ما باخذ عندي شهرين باخذ عندي شهرين ونص أو إلى آخره. يعني من بس يعني مثال على الريسك ان انا كنت في امريكا ودرست في امريكا وبالتالي حبيت بعد ما خلصت الدراسه تاعتي اشتغل على بروجكت اشتغل على مشروع معين فقالوا لي المشروع هذا لازم تنزل على نيويورك كنت موجود في تينيسي وهذا مشروع ناجح في نيويورك وبالتالي على اساس انك تحقق المنتج والبرودكتس والماتيريالز وإلى آخره في نيويورك. إله علاقة كان في يعني تسويق برودكت معين وكل الأشخاص اللي بدي أشتري منهم البضاعة وأصممها وأتكلم إلى آخره كلهم موجودين في نيويورك. فأساس إني أروح على نيويورك يعني وأستأجر مكان كان الأجار $5,000 في الشهر. فأخذت هذا الرزق. بس قبل ما أخذ هذا الريسك عملت دراسة فرحت على الناس اللي بدهم يسلموني المنتج قلت لهم إذا جبت لكم أول شيء تعون الماتيريال قالوا لي الماتيريال إذا بتطلبها خلال أسبوع نعطيك إياها كنا ماشي الحال جيت للناس اللي بدهم يعملوا لي
كان لازم يكون في عندي مونيتورينج للبرفورمانس في اي بروجكت بلان، وبالتالي مش لازم انتقل من ستيج لستيج. حتى في الفي موديل مش في اوفرلاب، ولكن اوفرلاب محدود بين اللي هو التو كونكتد ستيجز، وبالتالي لازم يكون في عندي فاليديشن واتاكد ان كل شيء صحيح، واعمل عمليه ان ما بنتقل من ميلستون لانذر ميلستون الا يكون في عندي كومبليشن اوف تيست، بحيث انه اتاكد ان كل شيء صح. الفاليديشن واتاكد ان البرفورمانس تاعي صحيح ولا لا، بيعتمد على مجموعه من المتريكس قياسات، ولكن اهمها 3 متريكس. المتريك الاولاني هو التايم، مثال ضربته قبل شوي اللي كان الكيلينج هو التايم، يعني حتى يعني انا كنت عامل في البلان تاعتي البرودكت تاعتي كنت بايع وعامل اتفاقيه انه بسلمكم اياه خلال شهر ونص، فبرضو هذا كلفني يعني كمان. فالتايم احيانا بيكون مكلف جدا، الكوست زي ما حكيت لما الواحد يستاجر وكذا والى اخره، ويكون حاسب كم البروفيت، ويكون الكوست والاوفر هيدز اعلى من البروفيت، برضو هذا راح يكون مكلف. والديليفرابلز اللي هي اخر شيء، بده يكون في عندي برودكت بدي اعطي، اذا استطعت انتجه مع وافيشنتلي واكوردنج للريكويرمنتس معناته بده يكون شيء جيد اللي هو within actual time and cost. ثلاث نقاط هذول مهمة جدا في اي project plan. بما انه اهم نقطة هي requirements، فنتكلم شوي عن requirements هون. وبالتالي requirements مهمة لانه هي الكي تو ذا سكسس. اي project اذا بده يكون successful لازم يكون requirements واضحة محددة، وبالتالي successful outcomes بتكون هي بتعتمد على requirements. اول نقطة في requirements بدي اعمل عملية gathering للinformation. اذا gathering للinformation بده يكون مهم واضح معروف. مش دائما الانترفيو هي الطريق الصحيح، صح؟ يعني مش اي بروجكت دائما انترفيو هي الصح، يعني احيانا بدك تدرس، بدك تعيش المرحله اللي انت بدك تنتجها او بدك تشتغلها، بدك تفهم بالضبط كل البروسيس هاو، يعني الكرنت اوبريشنز كيف تشتغل وكيف ممكن اطور عليها. زمان في الثمانينات لما الناس كانت تشتغل اي تي بروجكت،
تحدد بالضبط كيف ممكن تعمل gathering للانفورميشن، تاخذ الستيك هولدرز. الستيك هولدرز مقصود فيه الاشخاص اللي بيشتغلوا على السيستم، الشركه نفسها، تعمل عمليه ريفايننج، تحدد شو الافضل طريقه انه كيف ممكن هذا الايديز، تعطيهم ايديز جديده من عندك كيف ممكن يطوروا على البروسيس بتاعتهم، واذا اقتنعوا فيك بتحدد البزنس ريكويرمنتس اللي انت بدك اياها. بعد ما تحدد الريكويرمنتس وتحدد الكوست، ربما تيجي للستيك هولدرز ويقولوا لك والله هذا مكلف جدا، فانت ممكن تعمل عمليه كلاسيفيكيشن في البزنس ريكويرمنتس وتحوله لموسكو. تعرفوا موسكو؟ موسكو هذا مصطلح في الاي تي غير اللي هو الموسكو اللي بتعرفوها، اللي هي مجموعة من الكلمات اللي هي must من موسكو، should، could، want، اللي هي الكابيتال لتر must، should، could، want. وبالتالي في مجموعة من requirements it is a must. يعني شو المقصود فيها must؟ يعني ما بإمكاني إنه أشغل هذا، يعني يمكن المشروع هذا يكون صحيح إلا إذا كانت هاي requirements موجودة. should، هاي requirements يفضل إنها تكون موجودة، ولكن إذا هي مكلفة جدا ممكن إنه نشيلها. could، يعني بتحسن ولكن يعني مش إشي كروشيال، مش إشي مهم جدا، وبالتالي it could
الكواليتي بلان انا لازم في النهايه احط او انشئ البروجكت تاعي حسب ستاندردز معينه، احيانا بنسميها بنش مارك، وهاي الستاندردز معروفه زي ما بقول احنا البروسيس الموجوده في كثير من الشركات بقول لك احنا حاصلين على شهاده الايزو. شو شهاده الايزو؟ هي مجموعه من الستاندردز، مجموعه من البروسيسز لازم يتبعوها على اساس ستاندردز معينه، اذا طبقوها عندهم معناتهم حققوا او حصلوا على شهاده الايزو. نفس الشيء في لما انا اعمل منتج في الاي تي، في عندي بنش مارك وستاندردز لازم احققها. هاي الستاندردز اذا طبقتها في النهايه ممكن اعمل مجر عليها، زي ما بلشنا في البدايه لما تكلمنا عن ال HTML كود، ولما اتاكد انه هل ال HTML كود فاليد ولا لا، رحنا على ستاندردز موجوده اونلاين وطبقنا البيج تاعتنا وطلعنا الايرورز انه هاي الايرورز صح ولا خطا ولا لا. نفس الشيء اللي هون في الايدنتيفاي، يعني بمعنى اخر لازم اني اشتغل على ستاندردز معينه. احنا في الجامعات، يعني انت لما تيجي تدرس اي تي وتاخذ كورسات اللي هي مجموعه الكورسات اللي هي بتشكل 132 ساعه، ليش انت بتاخذ هاي الكورسات ما بتاخذ غيرها؟ في ستاندردز معين اللي هو الانفورميشن تكنولوجي او بنسميه بنش مارك موجوده عالميا، احنا بنتبع بنش مارك اللي بنسميه اللي هو اليو كي كواليتي اشورنس ايجنسي كيو اي اي اختصارا. فهي لها بنش مارك لكل تخصصات الاي تي شو اللي لازم يغطوه. في بنش مارك داخليه برضه بنتبعها اللي هي بنش مارك اللي هي وزاره التعليم العالي اللي هو مجلس الاعتماد، في عندهم مجموعه من الاوتكمز لازم تتحقق في تخصص مثلا الاي تي لازم تكون موجوده. فاحنا بنوافق بين الاثنين وبننزل الكورس بلان تاعتنا على التو بنش ماركس. في بنش مارك اللي هي اي تربل اي، في بعض الجامعات بيقول لك احنا بنتبع الاي تربل اي بنش مارك للكورسات الموجوده عندنا وهكذا. Procedures to improve, to ensure equality standards are followed and identification of these responsible of quality assurance activities. إذا برضو في standards of procedures to follow to برضو to identify اللي هو شو ال responsibility تاعت كل واحدة من هاي ال procedures. هاي لازم تكون موجودة في الكواليتي بلان. عملية المونيتورينج للأوتكمز، وبالتالي بحدد لازم يكون في عندي مونيتورينج ومحددة في الكواليتي، يعني إذا كل هاي النقاط لازم تكون موجودة في التالي. مثلا على سبيل المثال احنا اشتغلنا تكلمنا عن الـ WS. شو الـ WS؟ إذا اللي هو Work Breakdown Structure. وبالتالي لو حددنا هاي الـ Structure هاي الـ Breakdown، شو الـ Standard اللي بدي أتبعها عشان أتأكد كل واحدة منهم تحققت ولا لا؟ ممكن الـ Standard تكون External Review، أجيب شركة خاصة تتأكد إنه والله هذا كل شيء صح، والـ Evidence الدليل الـ Customer Sign Off، في النهاية برضو الـ Customer لازم يوقع لي إنه هذا اللي أنا بدي إياه. إذا ممكن system requirements يكون في عندي internal review. مثلا في الجامعات في دائما في شيء اسمه quality assurance office أو quality assurance unit، هاي تتأكد إنه كل الأقسام بتقوم في التدريس بشكل صحيح والبروسيجر صح والكورسات صح والتدريس صح وإلى آخره. فهاي بنسميها internal review.
3C standards protocols في ال HTML في CSS في ال accessibility WCAG تكلمنا عنها في ال accessibility with disabled people وهكذا. الترانسفير بدي أتأكد إنه في عندي functional testing و performance testing. خلصنا في الكواليتي. نرجع حكينا إنه the project plan هي balance بين الكواليتي والrequirements من جهة والresources والtime والrisk. رح نتكلم عن الresources والtime وبعد هيك رح نتكلم عن الrisk. الresources حكينا هم people والnon-human resources، وبالتالي لازم يكون في عندي estimation شو هم هذول الresources ومين اللي أنا بدي إياهم. كيف ممكن أعمل عملية estimation؟ ليش الestimation؟ طب estimation تقدير، ليش بعمل estimation؟ أقدر شو اللي أنا بدي إياه، شو الريسورسز اللي أنا بدي إياه، وبالتالي بعمل عملية استيميشن تقدير إنه شو الريسورسز اللي أنا بدي إياهم هذولا، وبالتالي كيف ممكن أعمل ميثودز إني أعمل عملية استيميشن. لما يكون تصير خبير في البروجكت تستخدم إشي اللي هو use historic data. أنا اشتغلت بروجكت قبل هيك، وبالتالي ممكن أحدد استيميشن بالضبط، يعني تقديرا كم أنا بحاجة لمجموعة تاعي resources. ممكن من خلال friend أعرف أنا والله صاحبي محمد يشتغل على بروجكت زي هيك، فبسأله والله يا محمد أنت شو بحاجة ل أنا يعني بروجكت زي هيك شو بحاجة ل resources. وفي النهاية تنسوش الريسك، وبالتالي لازم أعمل عملية weighted average، يعني بسأل أشخاص بستخدم داتا هذا، بعمل عملية collect information وفي النهاية بعمل عملية weighted للأفرج. مثلا على سبيل المثال إذا صاحبي قال لي والله هذا البروجكت ممكن يستهلك resources ووقت بكذا ووقت بكمية كذا، الوقت هو money والوقت هو resources. خلينا نتكلم عن الوقت. لو حكينا انه البروجكت لما سألت فريند قال لي هذا بلزمك 6 شهور، ماشي. في الworst case ممكن أسأل مجموعة أصدقاء، فواحد يقول لي أخذ الworst case والbest case، فباخذ البست case اللي هو مثلا 6 شهور، وباجي بقول والله مثلا مجموعة قالوا لي أو الميدل كيس اللي هو الموست لايكلي قالوا لي مثلا 8 شهور، فبضرب مثلا بعطيه ويت أكثر على سبيل المثال 4 في 8 شهور زائد الورس كيس، واحد قال لي والله ممكن يكلفك هذا المشروع سنة كاملة، فالست شهور زائد 4 في 8 شهور زائد اللي هي 12 شهر، وبقسمهم على الست معلومات اللي أنا أخذتها أو الست آراء اللي أنا أخذتهم، إذن بقسمهم على 6، فبطلع عندي اللي هو هذا نسميه الويتد أفريج اللي هو الإكسبكتد. يعني أنا ممكن أخلصه ب6 شهور ولكن في 4 غيري، في واحد قليل بتخلصه ب8، فبضرب اللي هو 6 شهور زائد 4 ب8 فعندي 32، هي صار عندي 36 38 و 12 شهر هي 50. 50 تقسيم 6 بيطلع عندي كان 8 وشوي، فبقول والله ممكن اخلصه 8.5 او 9 شهور. طيب هل اكتب انه ممكن يخلص في 9 شهور؟ لا، برضو بضيف عليهم ضريبة زي ما الحكومة عندنا بتضيف ضريبة، احنا بنضيف برضو ضريبة.
risk management برضه هو عبارة عن time و cost و lose of money. وبالتالي دائما في أي شيء لازم أحط أعمل عملية weight. مثلا على سبيل ال organizational internal insight into the company, شو الريسك اللي ممكن يكون؟ ممكن أجاوب على مجموعة من الأسئلة زي الأسئلة الموجودة أمامكم. Does the company have the resources to undertake the project at this time? إذا الجواب yes معناته ما في ريسك. إذا الجواب no معناته في ريسك. ممكن يكون البروجكت في عنده priority في الorganization ولا لا. مثلا على سبيل المثال أنا عندي resource time ولكن كلهم عم بيشتغلوا على projects وجيت أخذت مشروع جديد, هل أنا مهتم فيه كثير ولا لا؟ إذا مهتم فيه كثير بدي أوفر له resources, إذا مش مهتم فيه كثير معناته priority أقل, معناته ممكن يكون فيه risk. الاكسترنال برضو ممكن أحسب الريسك على الإكسترنال اللي هو الكاستمرز, السبلايرز, ريجوليشن أوثوريتيز, هاي كلها تعتبر ريسك. Do we know the customer؟ هل إحنا متأكدين من هذا الكاستمر ولا لا؟ ربما أنا أجي على شركة وأنت أبلش أنشئ لها بروجكت وبالأخير تطلع الشركة كولابس يعني, أو تعطيني بروجكت وأشتغل عليه وأخسر فلوسه بالأخير, ما يعني يصير في خلاف بيني وبين الشركة أو الكاستمر اللي أنا عم بنتج له هذا النوع, وبالتالي في ريسك إنه هون موجود. Is the customer committed to the project؟ هل أنا هو committed يعني بشعر إنه serious في الموضوع ولا لا؟ هذا برضو ممكن يعطيني indication. Do we know the equipment suppliers؟ هذول suppliers اللي تكلمت عنهم قبل شوي, إنه هل راح يعطوني المنتج أو ال product في الوقت المناسب ولا لا؟ Are there any special legal requirements؟ برضو هاي مهمة. كثير من الشركات بتبني study plan و projects وكذا وإلى آخره وبتجيب products من برا وبتظلها 4-5 شهور في الجمارك. ليش؟ لأنه بدها جمارك وبدها موافقات أمنية وبدها تمر على 60 مكان على أساس أنه في النهاية تكون موجودة. مثال على الحكي هذا, احنا قبل تقريبا سنة وانتم ممكن لاحظتوها اثناء الامتحانات الفاينل السابقة انه بطلت الموبايل بتاعتكم تشتغل اثناء الامتحانات, صح؟ ليش؟ لانه في اجهزة تشويش فبطلتوا تعرفوا تحكوا اثناء الامتحانات في الموبايلات. فالمهم هاي أجهزة التشويش طلبناها من برا وبعثوا لنا إياها, وصلت الأردن, مرت الموافقات الأمنية يمكن أخذت لها 4 شهور, ما خلت جهة أمنية في الأردن غير مرت عليها, وزارة داخلية, استخبارات عسكرية, استخبارات مدنية, قطاع تنظيم الاتصالات, ما بعرف موافقات من وين كذا إلى آخره. فيعني 4 شهور وكان تستغربوا اللي هو شخص من الديوان الملكي شغال في الموضوع على أساس يطلع لنا إياه, غير هيك ما طلعتش يعني. لا هي برودكت يعني أجهزة هيك كامل تشويش. فتخيلوا واحد مثلا جايب اكويبمنت بمليونين دولار وبده يعمل الشركة هنا وبده يمر على كل هاي الموافقات اللي موجودة والأمور وإلى آخره, وربما يجملكوا له بضاعته قبل ما هو ينتج أي شيء وكذا وإلى آخره, وكل هاي تعتبر ريسك. السكوب هو جزء من الريسك, الـ requirement.
requirements وبالتالي أي change في requirements هو عبارة عن risk وبالتالي لازم يكون في عندي أولويات للrequirements. Technical اللي software والhardware وبالتالي برضو لازم أجاوب على هاي الأسئلة. How complex is the project؟ في عندي technicality موجودة ولا لا؟ أنا فاهم شو بدي أشتغله ولا لا؟ إلى آخره من هذه الأسئلة. The project management، the estimation هل هو realistic ولا لا؟ مش معقول في the project management أقول هذا the project بنتهي في 4 شهور وبده 8 شهور. The procedures في reports عليها، في monitoring. التيم ممبرز موجودين assigned إلي ولا assigned لmultiple projects، هل في عندهم specific time إلى آخره. وبالتالي لازم كل سؤال أجاوب عليه. مثلا على سبيل المثال، does the team has the experience of the development tools؟ إذا الجواب yes ماشي الحال. إذا الجواب only 25% من التيم عنده prior experience، معناته أنا عندي 75% الآخر هي risk. وبالتالي الريسك بدي أجي أقول أنا أحدد شو هي الريسك اللي أنا بدي إياها، وبالنهاية إني أبني على هذا الريسك إنه إما أزيد more time أو أجي أقول والله أنا لازم أعمل partnership مع أشخاص تانيين أو أعمل عملية delay لليونت على أساس إنه في testing إنه يكون في عندي، بحيث إنه يكون في عندي alternatives. وبالتالي الريسك استراتيجيز دائما اما بعمل عمليه اليمينيت من البدايه، انا مش لازم يكون عندي ريسك بالمره، او ريديوس اللايكهود اقول اذا صار في عندي ريسك مش لازم تكون فيري كوستلي، او ريديوس ذا امباكت. وبالتالي مثلا على سبيل المثال اذا في عندي شخص مهم جدا وصار مريض، إذا بدي أعمل عملية reduce the impact بروح بعمل عملية contract بوظف واحد ثاني أساس يغطي مكانه، خصوصا لما يكون إجازة أمومة 8 شهور يكون team leader، فشوفوا الريسك كم راح تكون موجودة. أحيانا في الريسك أن بعض الشركات بتعمل عملية stop the project، تيجي تقول والله أنا ما بإمكاني أكمل هذا البروجكت، بدفع البنالتيز وبتخلى عنه. أو شير، بروح بشارك شركة ثانية وبقول لهم تعالوا اشتركوا معي بحيث أنه أقلل من الريسك. أحيانا اللي هو أكسبت وكثير ناس بيقعوا فيها أنه إلها لو إمباكت، فبعمل أكسبت ولكن بضلني أعمل مونيتورينج بحيث أنه أقلل الريسك هذا اللي موجود. دائما لازم يكون في عندي ريسك مانجمنت بلان، أحدد بالضبط شو الريسك، أحدد هل هو الريسك